أنا مسرور باللقاء هذا مع السيد رئيس الجمهورية والدعوة منه للتشاور. اغتنمت الفرصة باش نهنيه وجه لوجه، وثالثا عبرت له اللي احنا من قلب تونس نحن باش نكونوا مع كل مبادرة ولا اللي تكون صالحة للبلاد اللي فيها خير لتونس، ومن غير ما ان شاء الله ما نرجعوش اللي صار الخمسة سنوات الفارطة، لان شعبنا يستنى، لان العهدة هذه باش تكون اقتصادية واجتماعية. يلزمنا فيسع تتكون حكومة وتكون عندها اكبر حزام سياسي ممكن باش نجم تجاوب للمشاكل اللي باش تعرضها فيسع. وشكرا.